إشكالية كبيرة يعني المواطن يعيش فيها. ابتداءً بمعايير حقوق الإنسان، عندنا حق التعليم وعندنا ملف التعليم عليه مؤشرات، عندنا حق العيش الكريم ونشوف البطالة ونسبة الفقر، عندنا حق السكن، عندنا حتى حق الحياة، أيضا الحياة مهددة، وهذا ما نراه في بقية المرافق الساندة في المياه والزراعة وما شابه. عموما المواطن هو الخاسر الوحيد في هذا الباب من حيث معايير حقوق الإنسان، وحتى بجانب من حقوق التعبير، يعني حق التعبير والرأي، لأنه يؤخذ عليه موقف محدد في بعض الأحيان، وهذا ما نشاهده عندما يتم الإعلام يطرح موضوع من الموضوعات وهناك يصير مسائلة وما شاء. عموما احنا نريد نبدي بداية، يعني بعد والله أخجل واحد يحكي، يعني بعد 19 عام راح نبدي، لا مع ذلك نحتاج هذه البداية، نحتاج هذه البداية وما شاب ودوا للكتاب، نحتاج إن الله وإنا راجعون، نحتاج هذه البداية. هذا جرس إنذار، احنا عندنا بحدود 65% من نفوس الشعب العراقي شباب، 35 فما دون، وعندنا خريجين جامعات بشكل كبير، اعداد مئات الالاف وصل، ونحتاج الى خطه تنميه لاستثمار هذه الموارد البشريه والموارد الماليه. العبره سيدتي ليست بارتفاع وتضخم الارقام، يعني انا قصة يسميها تضخم تضخم الارقام، هكذا اصبح عندنا ذهب وهكذا اصبح عندنا. انا اريد كم مصنع عندنا، كم شركه قطاع خاص تعمل، كم منشات خدميه عندنا، شنو مستوى الصحه. الان العراق ديمول الهند ولبنان وايران وتركيا، ديمول لا يمولهم فقط في قطاع الصحه، يعني عراقيين يروحون يصرفون على نفسهم، مو الدوله تصرف عليهم، هم يصرفون على نفسهم، والبنى التحتية للصحة عندنا. يعني لو فكونا استثمار في بلدنا، استثمار محمي حتى يكون واضح، استثمار محمي، مو واحد يروح على الشركة الاستثمارية في أي قطاع من القطاعات وتجي عصابات مسلحة تدعي ما تدعي ويبتزوها، مما يزيد الكلف وبالنتيجة تقل جودة الخدمة. حجة تحميك، وهذا الجانب حقيقة الموضوع كبير، لأنه فقط نحتاج إلى نقطة بخصوص الورقة البيضاء وتغيير سعر العملة. أنا شخصيا قدمت 26 نقطة، 26 فقرة بكيفية معالجة الآثار السلبية برفع العملة وكيفية دعم الفئات الهشة وبوضوح. قدمتها لأهل، اتصلوا بي أصحاب معالي واتصلوا بي شو اسمه، ولكن أيضا علي أن أتحدث. قد أخذوا بهذه، أخذوا بحدود 4-5 فقرات أخذوا بها حقيقة، ولكن لا تكفي، لأن إحنا الإنتاج مالنا كله ليس لدينا إنتاج، السلع الموردة هذه ما معناه أموال تصدر للخارج وعليها شبهة غسيل، لأنه الأموال تصدر للخارج، تحول للخارج بحدود أكثر من 70% لا تعود، وترجع 25% على شكل سلع وبها تهرب ضريبي وما شابه، ولا تخضع للجودة، يعني معايير الجودة السيطرة النوعية. بالإضافة إلى ذلك يتم تخصيص أموال لقطاعات المواطن ما يلمسها، لأنه الآن هسه المواطن دا يدفع في كل شيء، وكل احتياجاته، كل احتياجات المواطن، هذا الإنسان العظيم، هذا الإنسان خليفة الله على الأرض، في النقاط التالية. حاجات الإنسان في النقاط التالية: أولاً يحتاج مدرسة نظيفة، مستشفى تعليم يتعالج بها، شارع نظيف، شارع أدمان نظيف، شرطي يحميه، أمن شرطي يحميه، سقف يقويه، وسبوبة رزق، والبقية كلها لكم يا أخوان. هاي وين، هاي صارت أحلام المواطنين يعني. فهاي هذه الحقوق البسيطة، يعني هاي الحقوق البسيطة. إحنا عندنا، تعرفين سيدتي، لكن أستاذ سعيد، يعني إذا نتحدث هاي، يعني المواطن هسه من يشوف الحلقة، يمكن المواطن مل، يعني نتحدث بكل حلقاتنا، يعني بصراحة نتحدث أنه أكو هناك انتهاك لحقوق هذا المواطن وهذا حقه، وشاهدنا التظاهرات اللي طلعت بال2005 وبال2004 وبال2000
بال 2015 و13 و14 يعني وبما منتظر الحلفي من البصره انطلقت التظاهرات، لكن من نجي على ارض الواقع شعارات السياسيين هي هي، الانتخابات دورتين نفس الشعارات، الحكومات برامجها الحكوميه نفس الشيء، ماكو فد شيء جديد. يعني اللي يقرا البرنامج الحكومي لاي حكومه مشت يعني يشوفوا والله العظيم بخلال ست اشهر العراق يصير جنه، لكن على ارض الواقع كل شيء ماكو. في ثلاث نقاط في مبادئ اداره الحكم مع الجمهور، يعني عندنا خلل في الاستماع للجمهور، وخلل في استيعاب ما يريد الجمهور، ما يحتاج يسمع، هو عايشوف ما يحتاج يسمع سيد سعيد، هو عايشوف يعني عايشوف على ارض الواقع، الفقر عايزيد، وخلل في الاستجابه، وخلل في الاستجابه، لا بل هذا المواطن اللي ينادي في حق